موانع الإرث ثلاثة: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. الحمد لله. الرق يكون مملوك، عبد ترك ابن، لكن هذا الابن مملوك رقيق، يرث لا يرث، رق. والثاني قتل، يذهب ويقتل والده. لماذا؟ قال حتى أرث. سبحان الله، ليس للقاتل من تركة المقتول شيء، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نقول ما ترث، ليس للقاتل من تركة المقتول شيء. الثالث اختلاف الدين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا يرث اليهود النصراني ولا النصراني المجوسي. مفهوم؟ نعم. طيب.